في الشأن المحلي، افتتحت وزارة الأوقاف عددا من المساجد الجديدة بمحافظة الأقصر في ظل مبادرة حياة كريمة، كما افتتحت 5 مساجد بمحافظة قنا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذكرى الانتصار على الحملة الفرنسية. حياة كريمة، مبادرة رئيس بالتنمية في قرى محافظة الجمهورية، هو استحقاق مواطن لحياة كريمة مرضية. ومحافظات الوجه القبلي تحظى بالنصيب الأكبر في مشروع تطوير الريف المصري. وفي السياق يأتي افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالأقصر ولقنا 5 مساجد جديدة تفتتح بمناسبة العيد القومي. العيد القومي لمحافظة قنا يرتبط بملحمة وطنية في وجه الاستعمار الغاشم. لم يكن أهالي قنا فيها أوفر سلاحا ولا عدة ولا عتادا، ولكنهم كانوا أعظم إيمانا بالله وبهذا الوطن، فسطروا ملحمة عظيمة. فكل التحية والتقدير لأهالي قنا في عيدهم القومي. واحد من 950 مسجد تم افتتاحه من سبتمبر الماضي، ولسه في مزيد ان شاء الله. ودي سياسه الدوله والاهتمام، زي ما فضلت برضو اكرر كلامه مره تانية، الاهتمام بالصعيد وقرى الصعيد. واحنا بنقول دي تتزامن مع تطوير قرى صعيد مصر وقرى مصر، مبادره فخامه الرئيس لاطلاقها في المرحله الاولى ل 1500 قريه. احنا عندنا اول حاجه بدانا في المرحله الاولى ب 12 قريه، ثم ازدادوا ل 32 قريه، وانتهينا من هذه المرحله الاولى وبدأنا في تنمية الريف المصري. طبعا المبادرة بتشمل كل قرى مصر، ولكن في المرحلة الأولى في تنمية الريف المصري عندنا في محافظة قنا 5 مراكز في المرحلة الأولى، انتهوا إن شاء الله في خلال عام، ثم نبدأ المرحلة الثانية والثالثة، وبكده يبقى كل قرى محافظة قنا دخلت في هذه المبادرة. مساجد أقيمت بالجهود الذاتية تحت إشراف الأوقاف، دلالة على مدى التعاون والوقوف جنبا إلى جنب مع القطاعات المعنية بالتنمية في الأماكن الأكثر احتياجا. دلالة واضحة على أن هناك أن الدولة ماضية قدما نحو بناء وإعمار المساجد، تقيم دعوة الله عز وجل، تقيم البنية ونهتم بالساجد قبل المساجد. هذا المسجد أنشئ بالجهود الذاتية وتكلفته فوق مليون ونصف، ويضم هذا المسجد مصلى للنساء وبه مكتب لتحفيظ القرآن الكريم. وبينما يتصدى العالم لجائحة كورونا، التكنولوجيا الرقمية في مواجهة التهديد، الأوقاف تفتتح مكتبة الاطلاع والدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم حتى لا يتخلى أحد عن ركب التكنولوجيا. تم تدشين عمل فريد من نوعه على مستوى الجمهورية، وهو الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف قنا بمجلس سيدي عبد الرحيم الكنائي للتعليم والتواصل والثقافة عن بعد. تطوير وبناء، سعي الدولة المصرية في الارتقاء بالمعيشة الإنسانية. من افتتاحات مساجد جديدة بمحافظة الأقصر إلى افتتاحات بمحافظة قنا، صعيد مصر يحظى بتنمية تصاعدية ملموسة في ظل مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة وتنمية الريف المصري. من محافظة قنا، وليد هيكل، النيل.